ويل دليه جدي قورة عين سبحان الله وحلا يابلي وحين معجزة قف وعلم أما قف مير قبر أنتو صابح إن والد كي ودرو واحد عجلة بتقانع معه دعاء ضني وحكي كده عضي مقالة واتشر حافظة على مليو يكده عضي سيدنا روس حقيقي شيء ويل دليه جرأة يا وحلا قصة ربي إن ما تقانع ما أنت ودرو هو يدي استكترش وعند عدد حقيقة أرججح مدن وعند عدوم مرجدي لبلاط. عند عدد ما كان عدد أيلا حيرني جوب جويل وريش أنا كنت كسران مجال دوتشر وحير إنه حقيقيا عند عدد غني إن حافظ داس كده عدد أين قد عدد إن هو يلا نادا كور ويلك ودور بالكور وفاس أما بانجت وقوة يعني من باليرة نوع الأوغرسي كده من دورة أي حيرت. ويل كذب في جيستك وحلو الشيء إن مسك هذا وكحنا نسيه. صار هذا ممكن دوره دونك ويا حراسك لكن هو يدي يا الباب كسر قرعة دي سيدي ويل كاسين لو وصل دلنا. وايو لما قدير باش قينسة. قدير باش قينسة. ثم هذا هو رح قبل ما صعد إنك يسعى صعد. مركا أيا الدونة طي أو صوت دي سي ما تغنى ويل ك. إلى هم حراسه هو يده. حقيقة وروح الأد الله الله. مركا صوت دي سي كدنا. والسبب تماما تقعدي وحتى قبر ياس آكي سان يبو قطاك انت اللي يتوريهين وقوتي وحكا نعي ويدا سي وحكو بحدي قعان تاويل كيدا دعادة تنلمي دي وادا دا كاد عدو هلاك اسمايو ويساقنا نين اليرنا إلا دوري سودو سالي يساقنا هو يدي كبري وقور عي برها برشد أدبا لغا هذا الحي وانا رجع من دعادة يضع ولي ممكن نكون صوت قبتي هذا لازم يكون هذا يدك مثلا أب في واحد عاقل مركا عدا نك أسجها اللي بعتوا الجيستة سر مثلا والله قبتي اللي قبشو محي شيء مر بعدي مثلا شيء جيرب عادي مركا وحاس بار بار إكو سمين دونا دب كنن وعرض هذا الجو يدك كي والله أي جو بيجي حول حي وحان سو جرني أما نرك يجر نيبة دك هذا مثلا يدا سدمي ده كنشرو دي ما كي يري راي حد أكيد إن هاي وارم و علم ورطه، أما إذا وارم تلا تميل أي دشوا علم أي ورطه، علم هسه ويحنان النساء ولا سقطها ولا ورطها مدرسه، نم وارم أو غير كذا شو هو يدي أبي إنه قاعد قاعد ولا غيره، لكن إنه مثلا جرسية هير يقف مثلا ونفبه كل تاريخ ذا أريكم هاي ما نعرفنا لمن شيء قوي، لكن واجد الضمبه. دارك الدم دارك الشمس الدم بيسيب وحاسوح وبيستي تذكى وعلن والد كذا مثلا تدري أم عرفته تدري لعات الله بيدي وان كده عسى ماشي كده ما جوهر نبي أقولك صندوق قبته بريجي بدو كده إذا ساسو كرمه طبعا كل اللي تريكي مخدرة بالسماء تم بالله مني كوكا عمري مركب وحاسوح بحي بحال المخدرة ده ومهلك يا أو قفك كل ذي يوم متخانة وحكة سوء يعني ترى مه يوقفك سوء وحها يوح وأنا قلنا أما ما نعرف ذي يوم ما كقفك يوح نعرف يا كالنتي بالأدنى ما ذي نعرف يا تي حيوانك يوم متخانة يوم نعرف يا وحكة لو صار به مرك وصرت مرك كنيسة قفك مك وحدري يوم كل جرام وقفك من والد بقى ما قفك روش شيء ما قف ما كان قرني إد الله لي إيدو أكرم ترى وبرين مركا واحد وسمين غيره ما قرني واي درايس كقف أوست مع روح أيام ترى أهل وتموين درايس كاسنا تسيل ورد على مطار الأرض سمع هو رد أخ محيقول هاي مطار السيارة يقعد يسكت من الشرين كوانا ما كل في هذا وحياه على السمالة أنا ما ندوري أنا هيسني لكن ما ندوري ما بهم وحين ما كيسفيد ولا مطار قط الأولياء يا وحكي ترين إن سكان تو سكان سكان سعودي سكان يحكم موجي، أما جوي كراسة سكان كراسة سكان فني ماشي سكان شكلنا يا، لكن هير ضد لديريو واحد صباح بريه ضمه، إيوه رب الله يا قارن حدك، كنين مثلا الاستعمالي، وقف وقف هاي حد كبير أدني ملك، يا وين صباح، كهذا درنا، قنا عسته وين بعد أنا السماية واحد كذا، دولة محكمة كمان كرت. ودولة الله تدوان لنا لوشي
عدوا حكا قوان كارتان مرح سو مار يانا ديلو يانا لوكيا ميل كستان وي كدع دا وشير ممانتا يا سيداسا انتانا وطالو هو يدا سامتا غانا يا مانتا دي مانتاي سيدي لو حقي تشين كوب جوغ ياشي مغالدنا اكو اركيسين ايه بالمركة انا اقول يا رمكا ساحكي قولي واسغل في ساحكي مهان يبوكر الله ميدوان كوب جوغوها ان بدن ما سو اركي goriyo waxa ka tacsiinayna arinta markaa maanta ka dhacday wajeer hooyadaasi sababsatay gacanta wiilkeeda marka dhacdooyinka noocan way soo tarayaan maanta u dambeeyay ee bidhaan aad iyo aad ama santahay in waarunta in muddooyinka la soo dhaafay waxa soo batay dadka in waalidinta isguuracay ama caruur la gowraco ama waalidku waxa gowraco ama waalidka la gowracay arimo la yaab leh ayaa markaas muddooyinka u dambeeyay ilaa 18 sano 18 sano u dambeeyay sanad dhig kara waxa ku soo batay dhulka Soomaalida aan si markaan u fiirno weelkii Ismaayil oo isku dilay in Muqdisho oo nahaweena ay ku gooracday carurteeda in ayadana sida la sheegay in maxay jiraa Jawhar oo isagana nin oo weelkii isku gooracay waxyaabo badan ka soo baxay marka arintaas waa arin aad halisteed u leh in haddana waa tan wajeer baba Soomaaliga uu gooracay wiliba ayada weelkii oo xiran intay soo deesay oo dhibaato u geystay waalid warku wax dhalay horta waalid wax dhalay beer wax dhalay aad u beer u jilcan yahay oo waxa leeyahay in wiilka xirnaashiisa badan ay ka naxday waxaan laga yaabaa markuu u tagay inuu ku weeyo hooyo meesha laga bixay oo arintaas markay la noqoto wiilkeedana u fiicnaado marka in dragiska ayaan inta badan qayb ka ah marka aragtid boqolkiiba 90 falalka dhaco falal qof mir qaba u sameeyo ma qofka dragiska isticmaalo ama dragiska marka xadkiisa ka bixiso waalid ku gaarsiina xitaa waxa caadiga normalka ama aragta dad si caadi ah caqaar caadi u isticmaasho kaniiniga madax xanuunka hada u isticmaasho laba lagu tala galay ama hal hada toban isticmaasho kor bas wey dragis wey aniga had kor waxa ugu dhacay kaniini malaria ma waxa ugu dhacay had kor 2011 ee inaan jecla magaalada Nairobi waxa la dhisay qoray daawo daawada markaa waxa lagu soo qoray inaan aan foota waxa ku qoran in 2 times 4 waxa ku qoran adiga marka waxa isku qalday in labada waqti min afar la isticmaalayo iyo wixii aan isku qaldan waa fahmi waay sax in la waxba la isticmaalayo labada waqti ay ku qornaad laakiin aniga wixii qaabku isku doonay hal mar isticmaalayo waan sax marka afar aan isticmaalno ilkeyga ilka kala kasoo dulbax in habeenki waxaan dareemaa hor ilka haa ilka kala kasoo dulbax maxay tahay ilaa overdose aan isticmaal marka waxaan hadii xadka ka bixiso wax kale kuma noqonay oo adiga yaaba wixii normalka caadi daawada caadiga ay wax marxalad kale ku gelinayso marka daraagiska ugu badan waxa dhibaatada keeno in waalidintana waxa ay maamulada sidii ilaa uu naxariistay ku hor u dhintaba in maanta in wiilkaadi ah hiblaay wiilkeedii aad dilay wax ka foolxun oo maanta lama akhri laha ma jirto qoys aalada musamaan aad ma dhaxda bulshada dhaxda qoyskeedi dilay maanta hiblaay yaa dilay wiilkeedii aad dilay waa ceeb waa arinaad u furxun ceeb oo isbaad daraa marka waxaan leeyahay maamulada ilaa uu naxariisto dadka Soomaaliyeedna halagu wacyi geliyo arrimahan daraagiska in aadna in dadka ay u dabad galaana fiican haddii wadanka rabo ha joogey qofka Soomaaliga in la socdo oo hadii ay fahmi weeyso qofkan la xiro soo daaya hadheen sababto waxa dad iyo duur waxa keenay ka tar ha dhibaatooyin keenay ka tar Soomaali waxa jira dad iyo duur waxda wax walba ka filo sababto waxa duurkaas u socod baala kaaga soo bixi karo dadkana sa qof fiican ugu taa hal mar is gadiyo adiga ku dilaa marka Ilaahay waxa umada qalbigooda ha qawajiyo in dhibaatadan ha ka saaro Soomaalida burburkii soo dhalay dhowrksan waxyaabo laga dhaxlo waxa kamida maandooriyahan iyo dad kale leenay oo dadka macandaro la isku leenaa waalidiin dowlad isku qoyska ay islaanayaan waa dhacda fulxun marka arintaas waa ka tacsiinaa bidhan ama santahay daawada intaas muuqaalkan ku saar miir la wadaaga saaxiibadin maamada ma tudduceeyo in Ilaahay jarmeeyo.